يبدو أن المشهد الأمني بالمكلا بات على موعد مع حدوث تغيرات قد تسهم في رسم خارطة طريق جديدة تستعين بها السلطات في حربها مع ما تصفها بالجماعات الإرهابية، خارطة بدأت ملامحها بعقد السلطات لأول لقاء أمني مشترك يجمع القيادات الأمنية والعسكرية في الساحل والوادي. ومع عدم اتضاح الرؤية لمخرجات اللقاء، إلا أن جميع المعطيات يقول متابعون تشير لتدابير أمنية جديدة على الساحة، من بينها إخراج الجيش من المدن للقيام بعمليات ملاحقة الجماعات المسلحة، بالإضافة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية للحرب على الإرهاب، والمتمثلة في نشر وحدات الجيش والنخبة الحضرمية في مناطق الهضبة والوادي، وإعادة تفعيل منظومة خفر السواحل لحماية السواحل الممتدة للمحافظة. عندنا توجه نسلم ساحل وادي حضرموت لمدراء الأمن، والجيش يخرج برا يروح ينفذ مهام، يحرر لي مناطق أخرى قابعة فيها القاعدة. الآن بتدخل الأسبوع القادم أو اللي بعده 50 قطعة بحرية لمكافحة تهريب المخدرات، وأيضا مكافحة تهريب المهاجرين. استمرار الجهود الأمنية التي تقوم بها السلطات انعكس إيجابا على المشهد العام، عبرت عنه حالة الارتياح والشعور بالأمان السائدة بين المواطنين. الحمد لله الملحوظ استتباب الأمن بشكل ملحوظ من ناحية المواطنين، الدوائر الحكومية بدأت تفتح الدوام وتمارس مهامها الطبيعية، وإن شاء الله نتأمل الخير فيهم. كما أنها تأتي في الوقت الذي باتت مهلة العفو المزمنة التي أعلنتها السلطات للعناصر المسلحة موشكة على الانتهاء. يرى مراقبون أن اجتماع القيادة الأمنية والعسكرية بساحل ووادي حضرموت في اجتماع مشترك وموحد لأول مرة سيكون له أثره الإيجابي على المشهد العام بالمحافظة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.